واكواك على شوها وسلمية وقمعتوها واكواك على شوها وسلمية وقمعتوها واكواك على شوها واكواك على شوها وسلمية وقمعتوها وسلمية وقمعتوها على الشينا وحتى الشينا على الشينا وحتى الشينا حقوقنا اللي بغينا حقوقنا اللي بغينا. إذا اليوم حنا عندنا الشكل النضالي كتنسيقية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، سيالي الشكل النضالي يوم غد بالموازاة مع إضراب وطني أيام 6 و7 و8 مارس، وطبعا هذا الشكل النضالي اللي تنخوضوه كتنسيقية تأتي بعد ما حطة نضالية وخذناها في فبراير للتنديد ولإعلان يعني الرفض ديالنا الاتفاق اللي توقع في 14 يناير 2023 الذي أجهز على حقنا في الترقية وتشغيل الإطار، وكذلك للمطالبة بالتعجيل بتسوية الملف طبقا لاتفاق ديال 18 يناير 2022. وطبعا كما ذكرت حنا كحامل الشهادات تنحتجوا منذ 2016 ووصلنا لاتفاق نهائي في 18 يناير 2022 توقع بين النقابة الوزراء بحضور رئيس الحكومة، وكاين من بين المقتضيات الاتفاق تسوية ملف حامل الشهادات قبل ما تم 2022. حنا دابا في مارس 2023 ومازال الملف لا يراوح مكانه، وتوقفنا من بعد ما توقع الاتفاق توقفنا عام لإعطاء فرصة للوزارة وللحكومة لتسوية الملف، الا انه من بعد التوقف ديال سنه اكتشفنا ان وزاره التربيه الوطنيه ليس لها نيه وبان بغات تدخلنا في واحد الدوامه ديال توقيع الاتفاقات، لذلك تنقولوا اليوم ما يمكنش نوقعوا لان بالنسبه للكات التنسيقيه راه ليس الاهم او الغايه هي توقيع الاتفاق، الغايه هي تحقيق يعني تسويه الملف ورفع الظلم والحيف عن المتضررين. جئنا اليوم لنعبر عن عدم رضانا بعدم اجراءات اتفاق يناير 2022 لحل ملف حامل الشهادات العليا الذي عمر طويلا سنوات طويلة ونحن ننتظر الحل، فتفاجأنا مؤخرا بصدور اتفاق آخر يناير 2023، اتفاق مجهول المعالم لا نعرف أوله من آخره، وصرنا نسير في دوامة مغلقة. جينا وحتى جينا والكرامة اللي بغينا والكرامة اللي بغينا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.